قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن 7000 طفل حديث الولادة يموتون يوميا، خاصة في الدول التي تصنف ضمن فئة البلدان النامية. وأضافت المنظمة في تقرير لها أن أعلى معدلات الوفاة بين الأطفال الحديثي الولادة هي في باكستان وأفغانستان والبلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور إن 1,600,000 طفل حديثي الولادة يموتون في أنحاء العالم كل عام ولا يستطيعون البقاء على قيد الحياة في الشهر الأول من حياتهم. وورد في تقرير المنظمة أن المواليد الجدد لا يموتون لأسباب طبية، وإنما لأن أسرهم فقيرة جدا أو مهمشة بشكل لا يساعدها على الوصول إلى الرعاية.